اليوم بنرجع بنبني مسيرة صلاح من الصفر من أجل حلم تحقيق الكرة الذهبية وكذلك دوري الأبطال، ومن أجل تحقيق هذا الشيء قررت إني أبدأ معه بنادي بازل اللي هو أول نادي أوروبي بدأ فيه صلاح خلال مسيرته الكروية. طبعاً هدفنا نحقق دوري الأبطال وكذلك الكرة الذهبية، وإذا قدرنا على كأس العالم ما راح نقول لا. اضغطوا لايك في بداية المقطع واشتركوا بالقناة. خلونا نبدأ. إذا حابب تشتري كوينز وتضبط فريق أكمالك إلا موقع U7Buy، الموقع الأفضل والأسرع والأطمن في نقل الكوينز، وأيضاً عندك كود خصم SYR صار بيعطيك خصم إضافي 6% على أي عملية شراء كويس بتتم عن طريق الموقع. عرض الموقع طبعا في الديسكريبشن، ولا تنسى ايضا كود الخصم SYR. طبعا حاليا صلاح بعمر 19 سنة وهي طاقاته الحالية تعتبر طاقاته جدا ضعيفة، والريتنج تبعه 74. أول موسم بيكون مع بازل اللي مشاركين كذلك باليوروبا ليج، وبنشوف بازل شو بيقدر إنه يحقق مع مجموعته اللي فيها أرسنال. صلاح يعتبر حاليا أقوى لاعب بالفريق، بنعمل محاكاة للموسم كامل وبنشوف صلاح كم هدف ممكن إنه يسجل، ذلك ترتيب الفريق بالدوري. نحن الآن في يونيو 2023 بعد نهاية الموسم، هي هدافين الدوري وصلاح أخذ المركز الثاني، بالوتيلي جايب 24 جول فواو. خلينا نشوف حاليا شو حققنا، ترتيب حققنا المركز الثالث ببطولة الدوري بالنسبة للدوري الأوروبي. شو اللي صار؟ طيب بالنسبة للدوري الأوروبي تأهلنا من دور المجموعات ولعبنا جولة، أوكي بايرن لعبان جولة تمهيدية وفاز علينا. وات بايرن نزل على الدوري الأوروبي؟ أو ماي جاد، ولعبوا الملحق وفازوا علينا أصلا بايرن. أو ماي جاد، ليك مين بايرن المركز الثالث وإجوا جلدوني، يا واو يا الحظ. بالنهاية البايرن طلع من نص النهائي واليوفي فاز ببطولة الدوري الأوروبي. بالنسبة لدوري الأبطال وريال مدريد 6-1، يا ساتر. بالنسبة أوكي ريال مدريد طلع من نص النهائي، باريس فاز بدوري الأبطال، يا سلام. نعم والله الواقعيه صفر. دوري المؤتمرات فاز الكمار. طيب كاول موسم صلاح تقريبا زاد 4 بالريتنج، يعتبر سيء الصراحه، ولكن الفريق بالمره مو مساعد يا جماعه، ما في غير صلاح عم يلعب. هي بنا على الموسم اللي بعده. يلا الان بدا الموسم الجديد يا جماعه مثل ما انتم شايفين، وفكرتنا بهذا الموسم انه نحاول نجيب عرض قوي لصلاح ونطلعه من هذا النادي، ولكن بدي اطلع على نادي العب اساسي والا ممكن نلعب موسم ثاني مع بازل. حتى هون كاتبين مستقبل صلاح ليس مع بازل. طيب وصل عرض لمحمد صلاح ب 36 مليون من نادي برينتفورد الانجليزي. والله فكره يا جماعه، ولكن برينتفورد هل هن بالدوري الانجليزي ممتاز ولا بالدرجه الثانيه؟ هذا السؤال صراحه. اذا بالدوري الانجليزي صعب اني اقبل، لانه حرفيا صلاح بهالطاقات هي مستحيل انه يعمل شيء بالدوري الانجليزي، لازم يتطور بعدين بيروح وبيجي لجميع فرق انجلترا. طيب بنرفض هذا العرض مبدئيا. جاني عرض ثاني لصلاح من ترابزون سبور التركي يا جماعه، والله عرض مو سيء للامانه صراحه. بعد التفكير بنخلي صلاح موسم ثاني، لانه خايف يروح على نادي وما يلعب اساسي يا جماعه، انما ببازل هو اقوى لاعب بالفريق فغصبا عنه بده يلعبوه اساسي 100%. نعمل محاكاه كذلك لهذا الموسم اللي بيكون اخر موسم مع بازل، بنشوف صلاح شو بيقدر انه يحقق. نحن الان في شهر يونيو 2024 وانتهى الموسم الثاني لصلاح على هيك، والان بنلقي نظره مبدئيا على ترتيب الهدافين، وهداف الدوري كان كويتا وصلاح بالمركز الثالث بمنافسة هدافين الدوري. بالنسبة للموسم ككل صلاح هو أكثر من سجل، صلاح هو أكثر من صنع أهداف، وبالتالي كان أفضل لاعب بالفريق، وحتى أكثر من شارك بعدد مباريات، تقريبا كم مباراة؟ 39 مباراة. وقدرنا أنه نحقق المركز الثالث بالدوري للمرة الثانية على التوالي، وحتى الكأس أظن أنه ما عملنا فيه ولا شيء. الكأس طلعنا من ربع النهائي بسبب ركلات الترجيح، وطبعا اللي طلعنا من ربع النهائي وصل على النهائي ولكنه خسر. الآن حان الوقت أنه نلقي نظرة على تطور صلاح وكم وصل الريتنج. حاليا يا جماعة الخير صلاح وصل 82 ريتنج، يعتبر ممتاز جدا يا جماعه، ومع السرعه بطيئه للاسف نوعا ما، ولكن التسديد عنده ممتاز وما زال بامكانه انه يتطور زياده. هذا الموسم كان ثاني موسم له، الان بننتقل على الموسم الثالث وهدفنا انه يجينا عرض من الدوريات الخمس الكبرى. اهلا بكم يا جماعه الخير في الموسم الثالث لمحمد صلاح مع نادي بازل، وطبعا خلال مسيرته الكرويه. الان يا جماعه مثل ما قلنا هدفنا انه يوصلنا عرض. صلاح حاليا واصل قيمته السوقيه 81 مليون يورو، تقريبا انه غالي على اغلب الفرق، ولكن الفرق الاوروبيه القويه المفروض تقدر انها تشتريه يا اخي. اوه نايس، حلو، وصلنا عرض لمحمد صلاح من نادي مين؟ من نادي لاس بالماس الاسباني ب 83 مليون، واو اوكي. انا حقبل الصراحه يا جماعه، ما عندي فكره لاس بالماس باي بالدرجه الاولى او انه بالدرجه الثانيه، ولكن بنتاكد. هذا هو الدوري الاسباني، لاس بالماس هل مشارك ولا لا؟ طيب لاس بالماس مو مشارك حتى الصراحة بالدوري الإسباني، فبسحب عليهم. أوه نايس، جاني عرض تاني لصلاح من نادي سالزبورغ النمساوي، مع إنه قيمته السوقية يا جماعة شوفوا كم، ولكن عرضوا لي مبادلة مع لاعب تاني. أنا الصراحة بوافق، نوعا ما دوري أفضل من هذا الدوري، وأظن إنه سالزبورغ دائما بيشارك بالأبطال، تتذكروا بايرن بيجلدهم دائما، فأظن إنه فريق مشارك ببطولة أوروبية على الأقل. طيب ممتاز، أنا وافقت على العرض وبانتظار انتقال صلاح الآن. وإجا عرض تاني لصلاح من نادي بورتو ب 117 مليون. للآن أنا قبلت صراحة عرض سالزبورغ، ولكن للآن اللاعب ما انتقل
شكله ما بده ينتقل، فبالتالي بقبل عرض بورتو كذلك. وساعتها صلاح بيختار، بده بورتو بده سالزبورغ، انا مو فارقه معي، ولكن نترك الخيار نوعا ما للاعب، نشوف هو شو ممكن انه يختار. شوفوا كاتبين رفض صلاح الانتقال الى بورتو لانه فشلوا بالوصول لاتفاق، وجاني عرض من لشبونه، كمان لشبونه يعتبره اوايا، وبالتالي هو نادي صلاح الجديد. وهذا محمد صلاح يا جماعه وصل على نادي سبورتنج لشبونه بنجاح، وبيلعب اول مباراه له بالدوري البرتغالي. هي تشكيله نادي لشبونه، وصراحه تشكيلتهم جيده، ولكن الحمد لله صلاح بياخذ مكان كاساسي اكيد، لانه محتاجين النادي اللي هو جناح يمين. وعندهم ارض ار بي اوتو 86، يا ساتر، واحد وسط اوتو كمان 86، واو. حاليا لعبانين النادي مباراتين بالدوري البرتغالي وتعادلوا فيهم الاثنين. خلينا نشوف هل هن مشاركين بشي بطوله اوروبيه ولا لا. النادي يا جماعه مو مشارك باي بطوله اوروبيه، لا صراحه توقعت انهم مشاركين بدوري الابطال لانه تشكيلتهم بتقول انه اوايا يعني المفروض. طيب الان يا جماعه بنعمل محاكله هذا الموسم وبنشوف صلاح لاي ريتنج ممكن انه يوصل. وات، النادي مشارك بالابطال؟ انا عم بنهي الموسم النادي طلع مشارك بالابطال، واو النادي طلع مشارك بالابطال يا جماعه، وهي مجموعتهم، واو والله والله شيء جيد، ما نعرف انه مشاركين بالابطال. اهلا بكم يا جماعه، الان نحن في سنه 2025 شهر يونيو، خلينا نشوف صلاح شو قدر يحقق خلال هذا الموسم اللي انتهى. بالنسبه لهداف الدوري، صلاح اخذ المركز الثاني برصيد 23 هدف، ولكن بعدد مباريات اقل من صاحب المركز الاول اللي ايضا من نادينا. بالنسبه لدوري الابطال الهدافين كلهم من السيتي، يا ساتر، عندك لاعبنا معه 5 جوال وكذلك صلاح معه 4 اهداف في 7 مباريات. بالنسبه للكاس، اوه نايس، فزنا بالكاس في كاس البرتغال، كلام جميل والله. وبالنسبه للدوري كذلك حققنا الدوري، يا ساتر والله انجازات فخمه هي. الان يا جماعه الكلام عن دوري الابطال، مين حقق دوري الابطال؟ او ماي جاد، السيتي على برشلونه بنص النهائي. نحن وين وصلنا؟ طيب تاهلنا من دور المجموعات ودور 16 طلعنا ضد اتلتيكو مدريد، اوكي، واتلتيكو طلعوا من السيتي اللي اصلا فاز بالبطوله. الان السؤال، صلاح كم وصل ريتنج يا جماعه؟ خلينا نلقي نظره، صلاح موصل 86 ريتنج، ويعتبر كلام ممتاز صراحه. الفريق بشكل هذا اللاعب ليك موصل 88، يا ساتر، الفريق بشكل عام يا جماعه عم بدع، صلاح ممتاز وعم يتطور بشكل رهيب جدا. بما انه اخذنا الدوري فاكيد مضمون انه نشارك بدوري الابطال الموسم القادم، ولكن اذا اجى عرض من الدوري الانجليزي صراحه بالمره ما رح مانع، مع انه صراحه لشبونه مو فريق سيء، ولكن يعني طيب الان بننهي الموسم وبنبدا الموسم الجديد. الان يا جماعه بدا موسمنا الجديد، وهدفنا انه يوصلنا عرض من فرق الدوري الانجليزي او حتى اي دوري من الدوريات الخمسه الكبرى، لانه الدوري البرتغالي لا يعتبر من الدوريات الخمسه الكبرى. كذلك طبعا بنشوف الصراع على الكره الذهبيه، هل صلاح حيكون من تشكيله العام ولا لا؟ شوف هالاند، يا هالاند، جاني عرض انتقال لصلاح من مين؟ من نادي وولفرهامبتون، نايس، يا سلام، والله العرض اسطوري يا جماعه، وفريق مشارك بالدوري الانجليزي، العرض بالمره لا يفوت حاسس. طيب بنعمل قبول، بنشوف اذا صلاح قبل ساعتها ما عندنا مشكله. واضح انه صلاح رفض العرض يا جماعه، اوكي صلاح رفض عرض الانتقال من وولفرهامبتون، رفضه، واضح انه ناوي يستمر بلشبونه او انه يجي عرض افضل. وهي العقليه يا جماعه، انك ما تنتقل على اي نادي وخلص، لازم انك تدرس قراراتك بحرص وبحذر. جاني عرض ثاني لصلاح من نادي بنفيكا، اوكي يعني من البرتغال للبرتغال، شو استفدت؟ طيب يا شباب لا، هو تم دفع الشرط الجزائي لصلاح من مين؟ تشيلسي دفعوا الشرط الجزائي، ول تشيلسي 100% مشاركين بالابطال، يا ساتر، يدفعوا يا رجل، عادي ادفع يا تشيلسي، ما عندي مانع، والله ما عندي مانع. يا سلام، 288 مليون يا جماعه لصلاح، كاغلى صفقه انتقال بالتاريخ، وعلى نادي تشيلسي النادي الانجليزي العريق اللي اكيد 100% مشاركين بدوري الابطال. هاي صفقه اسطوريه بتكون، تخيل. طبعا صلاح لعب بتشيلسي يا جماعه، بتتذكروا بعد بازل لعب بتشيلسي، والان العوده بتكون اخيرا من بوابه نادي تشيلسي، وبيورجيهم انه فعلا كانوا غلطانين يوم استغنوا عنه. او ماي جاد، كمان يوفنتوس دفع الشرط الجزائي لصلاح، هي شباب، يا ساتر، كم نادي بده صلاح؟ كل الانديه بدها صلاح حرفيا. وهذا صلاح يا جماعه وافق بالنهايه على عرض تشيلسي، وقرر انه يرجع لناديه السابق بخطوه ممكن انها تكون للتاريخ يا جماعة الخير. ويلكم يا المو صلاح. طبعا كلفت صفقة الانتقال 288 مليون يورو، يا ساتر. هي تشكيلة تشيلسي الحالية، وحرفيا تشكيلتهم ضايعة، عندهم انزو فرنانديز، عندهم باوتور، والله لا والله تشكيلته حلوة بس ترتيب المراكز شوية سيء. أوسيمان 90، يا ساتر، بنحط مو صلاح جناح يمين، وهن حرفيا محتاجين مركز جناح يمين. على الجناح اليسار عندهم بوليسيتش وستيرلينج، واو، كارلوس سولر كذلك موجود، انزو فرنانديز، بين تشيلويل وكوكوريلا، تشكيلتهم بالمرة مبطلة يا جماعة. هي التشكيلة حاليا، صلاح مو أول لاعب بالفريق ولكن ضمنان مكان اساسي، وصراحه تشكيله تشيلسي جدا 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 قويه. طبعا من بدايه الموسم ما عم يبان المشاركين بدوري الابطال لحد ما تلعب تصفيات المؤهله لدوري الابطال. نعمل محاكاه لحد ما نشوف مجموعتنا وبعدها بنقرر شو نساوي. نعمل قرعه دور المجموعات يا جماعه، السيتي مع دورتموند، باريس والانتر، توتنهام والباير، مع لشبونه كذلك. او ماي جاد، الحمد لله ما ضليت بلشبونه، كان بطلع من المجموعات يا رجل 100%. وعندك يا جماعه تشيلسي بيلعب مع برشلونه بالمجموعات، واو والله مجموعه قويه صراحه. يلا يلا، دور
دوري الابطال ترى مهم جدا. مباراه برشلونه حابب اعرف صلاح شو ممكن يساوي حاليا. هداف للتشامبيونز هو محمد صلاح برصيد 6 اهداف لاعب نادي تشيلسي الانجليزي. نايس. خلينا نشوف صلاح شو ممكن انه يساوي ضد نادي برشلونه. 1-1 والهدف من كوفا. حاليا نحن بالمركز الثاني والمفاجاه انه ايفرتون هن اللي متصدرين. واو. طيب عم يقولوا من سيكون لاعب العام في 2025 وصلاح مو من ضمن المرشحين يا شباب. او ماي جاد، مرشحين مارتينيلي وساكا ومبابي ولياو، صلاح مو مرشح اصلا. حاليا نحن المركز الثاني بالمجموعه ولازم انه نتصدر ضروري. او ماي جاد، ليك مين اخذ جائزه لاعب السنه؟ مبابي اخذ الكره الذهبيه. يا الله، توقعت صلاح يعمل شيء الصراحه. حاليا هداف الدوري هو محمد صلاح وهداف الابطال كذلك هو محمد صلاح. الان بننهي الموسم وبنشوف تشيلسي وين ممكن يوصل بالدوري ودوري الابطال، وبنشوف صلاح شو ممكن يوصل كمان. الان احنا بشهر يونيو 2026، صلاح قدر انه يكون ثالث هدافين الدوري، وهداف الدوري مين؟ رودريجو. وفما حاجه يا جماعه، لاعب الريال. طيب بالنسبه للدوري الانجليزي، حقنا الدوري يا جماعه، 3 فرق معهم 78 نقطه، ولكن فزنا بالدوري الحمد لله بفرق الاهداف. يا ساتر، 3 فرق بنفس عدد النقط واخر شيء فزنا الدوري بفرق الاهداف. واو واو واو، يلا يا جماعه حمستوني لدوري الابطال. بالله انه نحن اللي اخذنا دوري الابطال. لا، يوفنتوس اهلنا من المجموعات، وبدور ال 16 طلعنا من باريس. يا الله يا اخي، طبيعي باريس وصل على النهائي. حاليا صلاح وصل 89 ريتنج يا جماعه بعمر 22 سنه، يعني لسه قدامه مسيره حافله حرفيا. بظن انه ممكن نكمل مع تشيلسي موسم كمان، بما انه ضمنه انه يشاركوا بالابطال، واخذنا الدوري كذلك مع محمد صلاح، يعني صرنا اخذين دوري برتغالي وكذلك الدوري الانجليزي. الصعوبه حاليا كلها يا جماعه بدوري الابطال اللي للان ما قدرنا انه نحققه بالمره. حاليا يا جماعه نحن بسنه 2026 مع الموسم الرابع او الخامس حرفيا لمحمد صلاح، واصل لريتنج 89. هذا الموسم عاد ضروري جدا ينافس على دوري الابطال ونوصل على الاقل على الاقل لنصف النهائي. اذا الفريق ما وصل لنصف النهائي هذا بيكون اخر موسم لنا مع نادي تشيلسي حرفيا. بنتقل لفريق عنده شخصيه ويقدر يحقق لدوري الابطال. هاي مجموعات كاس العالم مثل ما انتم شايفين، والفرق اللي تاهلت للادوار اللي بعد ما خلص دور المجموعات، ولكن للاسف ما في غير تقريبا المغرب كمنتخب عربي وحيد مشارك. هاي مجموعتنا بدوري الابطال تعتبر سهله جدا، ما في غير اشبيليا اللي ممكن انه ولا بورتو نوعا ما، ولكن المفروض ان المجموعه سهله نوعا ما. فهيا بنا يا شباب، هيا بنا دوري الابطال لازم نحققه عاد. الان بنعمل محاكاه لحد الاعلان يا جماعه عن فريق السنه. بنشوف صلاح هل حيكون من المرشحين للكره الذهبيه، هل ممكن انه ياخذ الكره الذهبيه ام لا. حاليا صلاح موصل ريتنج 91 مع اصابه اوسيمن. اوه يعني هو نجم الفريق الاول حاليا. او نايس، صلاح مرشح يا جماعه للاعب السنه. صلاح مرشح مع مبابي ومع فينيسيوس ومع اوسيمن. يا رب يا رب صلاح ياخذ الكره الذهبيه، يا رب ارجوك يا ابو مكه ارجوك. طيب كذلك بالنسبه للدوري، صلاح الهداف من 13 مباراة مسجل 17 هدف، لأنه أسيمن مصاب أيضا مو موجود بقائمة الهدافين. يا رب. بالنسبة لدوري الأبطال شو عملنا بمجموعتنا؟ حلو حلو الكلام، معنا من 5 مباريات 9 نقط بس، وات ما خسرنا ولا مباراة ولكن 3 تعادلات، ضمننا التأهل طبعا. يا رب صلاح ياخذ الكرة الذهبية يا رب. تعادلنا 3-3 ضد نادي بورتو وللآن ما تم الإعلان عن فريق. أو ماي جاد، ياهو خلاص، كل سنة بياخذها مبابي. للآن يا جماعة لا قدرنا نحقق دوري الأبطال ولا قدرنا نحقق الكرة الذهبية، كل سنة بياخذها مبابي. خلاص يا أخي خلاص. طيب بالنسبة لدوري الأبطال، أوكي بنلعب يا جماعة ضد نادي الانتر، الريال وفيورنتينا بيلعبوا، برشلونة وباريس والسيتي والبايرن. طيب أوسيمان رجع من الإصابة أخيرا، الآن بنمشي بالموسم وبنشوف فريقنا شو ممكن إنه يحقق. طيب يا جماعة، مباراة الذهاب دور ال 16 خسرنا ضد الانتر 2-1، وهي مباراة الإياب. إذا بنطلع من دور ال 16 تشيلسي أنا بسحب عليكم، صدقوني بسحب عليكم. صلاح نجم الفريق الأول، فأنت اللي المفروض تشيلنا يا صلاح، أنت وأوسيمان، وتأهلونا لدور ربع النهائي. طبعا كلكم عم تستنوا إنه يصير مفاجأة صح؟ لا ما صار مفاجأة، تعادلنا وطلعنا من الانتر. نهاية رحلتي مع تشيلسي الآن، بدي أنت إلى فريق عنده شخصية حقق دوري الأبطال، الريال، برشلونة، بايرن، أي فريق هيك قدر حقق فيه دوري الأبطال. حاليا يا جماعة نحن بشهر مايو 2027 وانتهى الموسم على هيك، وشوفوا النتائج آخر شهر، واضح إنه فريقي كان سيء بالدوري هذا الموسم. بالنسبة لهداف الدوري، صلاح هداف الدوري ب 39 هدف خلال 36 مباراة. يا ساتر يا ساتر ما شاء الله. أو ماي جاد، والله صلاح جلد جلد. طيب مين اللي أخذ الدوري؟ طلعنا بالمركز الثاني، حرام توتنهام أخذ الدوري. توتنهام والله يا جماعة معلش، حرام صلاح هالسنة ما يعطوا الكرة الذهبية. يا جماعة 39 جول بدوري انجليزي، مين سواها هي؟ محتاج لي عرض لصلاح، محتاج لي عرض لصلاح، للان ما عم يجيني عرض مثل الناس. حاليا بينتهي الموسم على هيك، وبنبدا الموسم الجديد مع نادي جديد، ضروري جدا انه يجيني عرض، لانه لازم انه صلاح ينتقل على نادي يقدر يحقق دوري الابطال والكره الذهبيه كذلك. اي وات، صلاح طلع من نادي؟ وين رايح؟ مين جاب؟ مين اشتراه؟ او ماي جاد، استغفر الله العظيم. اللي ارجوك انه طلع هيك، دفع حدا دفع له شرط جزائي نادي قوي ارجوك. هلا ليكو بالنادي يا شباب، شو القصة؟ ليش صلاح عم يقولوا لي طلع؟ صلاح ما حدا اشتراه، ليش لكن عاملين لي هيك؟ عم يعملوا فيني مقلب يعني ولا شو؟ صلاح غادر النادي، صلاح انتقل على مانشستر سيتي. او ماي جو،
وانا عم اقول من اول ليش جيب السيتي جيب. يلا 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 مغامرتي مع مغامره صلاح طبعا مع نادي تشيلسي, او عفوا مع نادي تشيلسي مغامرته انتهت الان, بدات مع نادي مانشستر سيتي. ويا ساتر استر, صلاح موصل ريتنج 94 وقسما بالله طاقاته اسطوريه لابعد حد. هذا الفريق اللي بيحقق لصلاح دوري الابطال, انا واثق وبيحقق له الدوري وكذلك الكره الذهبيه. مهمه جدا يا صلاح. حكيمي لقيناه موجود هون, فبيلعب حكيمي ظهير يمين وكانسيلو ظهير يسار. التشكيله فنانه لابعد الحدود. هي مجموعتنا بدوري الابطال تعتبر سهله, ومتامل انه صلاح يفوت يدعس كل الخصوم. الان بنمشي لحد وقت يا جماعه الاعلان عن الكره الذهبيه والفائز بالكره الذهبيه. او ماي جاد, لاعبين السنه مو مرشح صلاح اصلا. ليه كل سنه مرشح مبابي؟ فيران توريس مرشح ياخذ الكره الذهبيه. اذا بياخذ فيران توريس الكره الذهبيه انا حاعتز الفيفا حرفيا. مين هداف الدوري حاليا؟ هداف الدوري محمد صلاح كالعاده, دائما هداف الدوري صلاح واخر شيء ما بيرشحوه للكره الذهبيه. نحن متصدرين مجموعتنا بالابطال بدون اي هزيمه. او ماي جاد, فلاهوفيتش اخذ لاعب السنه. وات هي اخر سمعه يا جماعه, فلاهوفيتش اخذ لاعب السنه. واو. يلا حاليا دوري الابطال. ها يا شباب, حلو 4-1 على الميلان, كلام جميل. بالاياده تعادلنا 1-1, بس نحن هيك متاهلين. حلو, بنواجه اليوفي بعد الميلان على طول بدور الربع النهائي. اوكي يلا يا صلاح, هي ربع النهائي ضد اليوفي وصلاح سجل لي هدف. حلو الكلام. هيا بنا اذا ما فزنا بهي المباراه ما بعرف شو ممكن نساوي حتى نفوز بدوري الابطال. اوكي في لاعبين ناقصين. يلا يا سيتي. ايوه دي بروين وصلاح. يا عيني يا صلاح يا وحش. صلاح هو سبب الريمونتادا يا جماعه, والفلاهوفيتش والله كان حيجلدنا. او عفوا نصف النهائي ربع النهائي مين ضد ليفربول فعلا. يا ساتر, شوف الفريق شو بيعمل بمباراه الذهاب ضد نادي ليفربول. وتو ماي جاد, تعادل 1-1 يا رب بسترك. حلو, شكرا يا برنادو, شكرا يا رودريجو. الفم حاجه, شايفين منزلين رودريجو اساسي على حساب صلاح. انا عارفان باريس تاهل 7-2 مجموع المباريات. الحمد لله ما سجل جول كمان, الحمد لله. اعمل نفسك ميت. طيب يا جماعه, بنواجه بالنهائي باريس سان جيرمان. لا حلم تحقيق دوري الابطال اول لصلاح بسنه 2028. طبعا حققنا الدوري بنجاح, نحن اللي اخذنا الدوري, ولكن الفكره كلها بدوري الابطال وبالصعوبه اللي راح تكون فيه. الهداف هو مبابي وبعده صلاح. اذا فزنا يا جماعه على باريس يعني مبابي ما بياخذ الكرة الذهبية 100%. يس, أبلع يا مبابي يا زفت. يلا يا عمري يا عمري يا جماعة, الآن حققنا أول دوري أبطال لمحمد صلاح أخيرا. ولكن لسه ما خلصنا, لسه بدنا نحقق دوري أبطال كمان والكرة الذهبية. حاليا مين هداف الدوري؟ صلاح يا جماعة, صلاح لعبان 17 مباراة بس. أو ماي جاد, هذا رودريجو لازم يمشي من النادي يا جماعة. عم ياخذ مكان صلاح كل مرة, هو اللي عم ينزل لازم يطلع من النادي. شوف لعبان 40 مباراة يا رجل, أخذ مكان صلاح الأساسي. ما رح ينفع هيك والله, ما رح ينفع مع إنه رهيب وكذا. هذا الموسم بيكون الموسم الأخير مع السيتي بغض النظر عن النتائج, سواء فزنا بدوري الأبطال أو غيره. أنا ناوي إني أنتقل على برشلونة أو ريال مدريد. خلينا نروح لوقت الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية. هيا بنا. أخيرا وصل عرض لرودريجو وبيعطوني أوكي بتعطوني مارتينيلي ليش يا شباب؟ بيجي بيلعب مكان صلاح آخر شيء, استغفر الله. يا سلام, يلا يا رودريجو توكل بس. طيب حاليا تقريبا الإعلان عن الكرة الذهبية بيتم, ونحن متصدرين الفريق السيتيزنز. أوكي فهمت قصدي. بالنسبة لهداف الدوري هو صلاح برصيد 18 هدف من 14 مباراة. ورب جلد يا صلاح. مين هداف الأبطال؟ ها مين؟ هالند معه 5 جوال. نايس, ترتيبنا المركز الثاني بالمجموعة, وإذا خسرت هاي المباراة ممكن أطلع من دور المجموعات. وات شباب, نحن السيتي. اوكي تعادلنا 1-1. واو, اوكي هاي المرشحين للاعب السنه, وصلاح مرشح يا جماعه. صلاح مرشح ومع فينيسيوس ومع هالاند, كل اللعيبه من عندنا يا جماعه كلهم. يا رب انه اللي يفوز لصلاح يا رب. مين ياخذ الكره الذهبيه؟ اوكي متصدر التمرير. يا اخي فكوني من هالاشياء, اعطوني صاحب الكره الذهبيه. يلا يا هو, مين اخذ الكره الذهبيه؟ مين او ماي جاد, فكرت هالاند اخذها. ثواني بس. الله اخيرا الكره الذهبيه محمد صلاح. اخيرا يا رجل, اخيرا هرمنا اول كره ذهبيه الحمد لله لمحمد صلاح مع لقب دوري ابطال, مع كذا لقب صار بالدوري الانجليزي. يا سلام, الحمد لله. اذا يا جماعه هذا الموسم بيكون ما قبل الاخير. واضح شوفوا صلاح موصل 95 ريتنج, قسما بالله جلد 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 مش طبيعي. هو هداف الدوري, يعني شوف فرق 10 جوال عن اقرب الملاحقين. 10 جوال, انت متخيل؟ هذا الموسم طبعا هو ما قبل الاخير, اللي نحن الان بسنه 2029. الموسم الجاي بيكون الاخير, وممكن انه ننتقل, وغالبا 100% اللي بنتقل لنادي ثاني سواء برشلونه او حتى الريال. حاليا عندنا مباراه الاياب ضد بنفيكا. مباراه الذهاب شو صار منار؟ تعادلنا 1-1, فاذا بخسر هي المباراه انا برا دوري الابطال. العب يا الجلد, العب يا الجلد. 3-0 بالاياب. واو اوكي, والمدريد العب. او ماي جاد, 1-1. صلي على النبي, لا اله الا الله. الان نحن في شهر ابريل يا جماعه, شوفوا تحت الفيس كام هون على طول, شهر ابريل 2029, والان المواجهه بدور ربع النهائي ضد نادي الريال مدريد. وشوفوا تشكيلتهم, ما في الا فالفيردي تقريبا وفينيسيوس من الجيل الحالي. هيا بنا, وكورتو كذلك. هيا بنا يا صلاح, وقت الانتقام يا صلاح. هيا بنا. يا عيني, فزنا ضربات جزاء عليهم, صلاح سجل. يا اخي الانتقام نزل لك. بنواجه, او ماي جاد, بنواجه
البايرن بنواجه البافاري الناري. اوكي فزنا 2-1 بالذهاب، كلام جميل والله. خلينا نشوف الاياب، حلو 2-1 كمان. والنهائي ضد مانشستر يونايتد، نهائي يا جماعه، نهائي مو نهائي، مو نهائي كاس الاتحاد، نهائي دوري الابطال بين مانشستر الاثنين مانشستر حرفيا. طبعا 32 جول صلاح، هذا الموسم ما قدرنا نحقق الدوري الانجليزي للاسف، ولكن نحن بالمركز الرابع حتى، يعني المتصدر مين؟ متصدر ليفربول. اوف الان يا جماعه نهائي دوري الابطال ضد اليونايتد، هل سيكون الدوري الابطال الثاني لصلاح ام لا؟ هيا بنا يا صلاح، هيا بنا يا صلاح، انا واثق فيك انك بتجلدهم يا صلاح، مع انه تشكيلتهم قويه ولكن لدينا المو صلاح لا خوف علينا. 2-0 يا عيني، روبن دياز وحكيمي يا جماعه، كل اهدافي من المدافعين. دوري الابطال الثاني رسميا لمحمد صلاح، حان الوقت الان للموسم الاخير وبدايه مع فريق جديد. أنا مبدئياً بطولة كأس السوبر الأوروبي، واحتمال تكون آخر بطولة لصلاح مع نادي مانشستر سيتي قبل الانتقال. أو اللعبة خسرناها. طيب الآن نحن بآخر الساعات بفترة الانتقالات، مستني الريال يأخذ صلاح أو برشلونة. طيب أخيراً ريال مدريد قرر يتفاوض مع صلاح، وشوفوا راتبه الحالي 700,000، ما بعرف الريال شو ممكن يعمل له. طالب شرط جزائي 900 مليون، صلاح مين بيدفع مليار يورو شرط جزائي؟ مين؟ مستحيل. أخيراً يا جماعة حلم محمد صلاح يتحقق بالتعاقد مع كبير الأوروبيين نادي الريال مدريد صاحب أكبر عدد ألقاب دوري أبطال. ويلكم يا أبو مكة. هذا هو يا جماعة الموسم الأخير، بنشوف هل بنقدر نحقق الكرة الذهبية الثانية لصلاح ودوري الأبطال الثالث أم لا. هي مجموعتنا بدوري الأبطال مع نادي توتنهام ومارسيليا، برشلونة وبايرن مرة كمان. يا ساتر صراحة جدا متحمس، تشكيلة الريال قوية وممكن أن نتحقق دوري الأبطال، ولا تنسوا أن نحن اللي طلعناهم أصلا الموسم الماضي فغالبا بيقدروا يحققوا دوري الأبطال. هذول المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، وديمبلي من ضمنه. صلاح لا، صلاح وين شباب؟ ترى أخذ كرة، ترى أخذ دوري أبطال وهداف ومدري شو. آخر شيء مرشحين مبابي. أوه ماي جاد يا أخي، هذا كل سنة بياخدها. طيب خلينا نكمل باقي الموسم ونشوف شو اللي بيعمله صلاح. طبعا إذا فزنا بدوري الأبطال بيكون ثالث دوري أبطال بنحققه، وأول دوري إسباني بعد تحقيق تقريبا دوريين أو ثلاثة إنجليزي، وحققنا دوري برتغالي، حققنا كتير دوريات، ولكن مهم جدا دوري الأبطال، هاتريك دوري أبطال لصلاح. صلاح وصل 98 ريتنج يا جماعة، يا ساتر. خلينا نشوف كأس ملك إسبانيا، هذا طبعا كأس السوبر حققناه بنجاح. كأس ملك إسبانيا النهائي ضد برشلونة، أوه مين هداف الشامبيونز؟ هداف الشامبيونز هو محمد صلاح، كلام جميل. بعد ما تأهلنا من دور 16 بنلعب ربع النهائي ضد ليفربول. أوه يلا يا صلاح، يلا يا صلاح، علمهم من أنت يا صلاح، علمهم واجلدهم يا صلاح. خسرنا 1-0، أوه ماي جاد. طيب يلا حان وقت الإياب، أرجوك يا صلاح أنك تساعدنا بهزيمة الليفر. يلا يا صلاح، يلا يا صلاح، انتقم يا صلاح وجلدهم يا عين يا أبو مكة. أوكي ما سجل صلاح، ولكن أهم شيء إني جلدتهم وتأهلت. نلعب ضد البايرن، ول 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 تعادل 0-0 بالذهاب، يا ربي سترك والله البايرن أوايا شكلهم. أو ماي جاد صلاح وصل 99 رسميا يا جماعة، صلاح وصل ريتنج 99، وعينك على الطاقات عزيزي المتابع، يا ساتر استر. قسما بالله شيء أسطوري، أقوى بطاقة لصلاح بتاريخه بفيفا حرفيا. العاب يا صلاح يا ابو مكه يا فخر العرب، مين اللي كان بيعرف يتعامل مع البايرن زمان؟ انه الدون، ولكن اليوم صار وقت صلاح. غالبا النهائي يا جماعه بيكون كلاسيكو ضد نادي برشلونه، وبننتقم منهم على الفوز اللي فازوا علينا بنهائي كاس الملك. طيب حاليا احنا طبعا بالصداره وشبه حسمنا الدوري، لازم اني اخسر كل المباريات، وحتى اذا خسرتهم باخذ الدوري. ونهائي دوري الابطال يا جماعه بيكون ضد نادي برشلونه يا جماعه، سنه 2030 نهائي دوري الابطال برشلونه ضد الريال، يا ساتر. نلقي نظره على البطاقه قبل ما ندخل، مثل ما انتم شايفين حرفيا اقوى بطاقه لصلاح بتاريخه بفيفا كامله، وانا متحمس له جدا. هي صلاح من اجل تحقيق الثالثه بعد ما حقق كره ذهبيه مستحقه، واللي ما قدر يحققها بالحقيقه للاسف حققنا له اياها هون، واليوم حلم دوري الابطال والنجم الثالثه على قميصك يا صلاح. حلوه حلوه صلاح صلاح صلاح، اه يا صلاح صدد رشتيقه. يو 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 يبيني لا يبيني لا 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 يا الفيني خلطهم كمان. او ماي جاد او ماي جاد، هذا مصر يستفز جماهير برشلونه، يا ساتر يا الفيني. الهدف حلوه، وينه ابو الصلح؟ وينه يا عيني على الباص، حط له اياها. او ماي جاد او ماي جاد، قسما بالله جلد يا صلاح، يا عيني يا اسطوره، يا عيني يا اسطوره. في نهائي دوري الابطال مين غيره يا جماعه؟ ابو الصلح يسجل الهدف الثاني ويسجد في ملعب الكامب نو امام جماهير برشلونه كاملا. يا عيني يا ابو الصلح، والله راح والله راح والله راح. يلا يا ابو صلاح، يلا يا ابو صلاح، لا لا روح يا ساتر، روح 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 روح. هذا شو؟
ما لحد استوعب ولا شيء. الكره فجاه لقيتها بالجول. اوكي انا مع ان 99 بس هذا شو اللي عم يصير؟ يا ساتر يا رجل يا ساتر يا القوه. 128 كيلومتر بالساعه. او ماي جود. ولا فالفيردي طير. اعطيني الاسيست. يا ساتر يا الله يا الله يا الاهداف يا رجل يا رجل. بهدلناه قسما بالله. هذا اول جول للوتارو يا جماعه بدوري الابطال، وتخيل لا بالنهائي واحلى جول كمان. يلا يا فيني. اوكي انتهت يا جماعه. نعم 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 رسميا نحن ابطال دوري الابطال. اوكي عملنا سكيب للاحتفال. واو طبعا بالنهايه مثل ما انتم شايفين حققنا دوري الابطال للمره الثالثه على التوالي. اكتبوا لي مين اللاعب اللي حابين نعيد مسيرته مره ثانيه بالتعليقات. فجزر لايك، اشتركوا بالقناه. شكرا متابعه. سلام.